ظروف الدار خلتني نخرج من القرايه. الوالد مجلوط 4 سلطات والوالده ذريره ما تشوفش، معناها لازمش نبطل قرايتي، نخرج نخدم نشوف خدمه نجيب فلوس. معناها قرايه لازمك تصرف، لازمك كتب، لازمك تيديات، لازمك ركوبات. علاش سؤالنا علاش لي جون اللي في اعمار معينه معناها 13 20 سنه يختاروا يخرجوا من القرايه معناها وما يكملوش يقراوا وبعد يلقاو روحهم في مشاكل معناها على مستوى معناها ايجاد خدمه وكذا. مثلا انت مثلا نحكي على روحي انا، مثلا ظروف الدار خلتني نخرج من القرايه. الوالد مجلوط 4 سلطات والوالده ذريره ما تشوفش، معناها لازمش نبطل قرايتي، نخرج نخدم نشوف خدمه نجيب فلوس. معناها قرايه لازمك تصرف، لازمك تكتب، لازمك تيديات، لازمك ركوبات. النيفو نتاعك انت تنجم تخدم؟ والله بالنيفو نتاعي هو فما توا فما شكون ماخذ الباك وماش يخدم، معناها مش بالنيفو نتاعي انا باش نخدم. انا عادي توا نكمل الباك وما نلقاش خدمه. خويا توا قاري للباك وماش يخدم، معناها مش مربوطه بالنيفو الحكايه. علاش الجين ما يخموش باش يعملوا مشاريع خاصه بهم ويخموا كان في الوظيفه العموميه الاجر القار؟ هذه على خاطر يخافوا والا من الخساره والا هذه عقليه نتاع الاولياء نتاعهم هما اللي يحبوهم يخدموا اجر قار يعني؟ والله فما اللي يخاف على الخساره وفما اللي والديهم لزوا باش يخدم شهريه معناها تحت الحاكم. وفما حاجه اخرى انت ما قلتليش عليها اصلا، فما حاجه اخرى اللي هي فما برشا حاجات معناها يجيك ما تدريش عليها، تبدا نصب في الكياس يجيك تمشي حويجها باش تخدم. النقطة الثانية نحكيو على استعمال الهاتف البورتابل، أكثر الجون معناها تقريبا وقتهم كله في البورتابل، هذا ما ينجمش يأثر حتى على حياتهم يعني ياخذ لهم برشا وقت من عائلتهم. يقول لك أنا مش عاوز نمشي نلوج خدمة، لا الوقت كله ماشي البورتابل، هذه ترى حاجة باهية ولا خايبة؟ حاجة خايبة بالطبيعة، حاجة خايبة على الآخر. زادة عباد تتصهمم بالتليفون، تبقى شاد تليفون ينسى كل شيء. اما هذيك معناها تلكع برشا باش يقعد شاد تليفون، خرج يلوج على خدمه ما لقاش، خرج اللي صرف وخرج يلوج، واللي صرف وخرج يهبط يلوج على خدمه، واللي يمشوا هما توا يمشوا حسب المنطقه اللي تسكن فيها. معناها انا انت كيفاش تعيش مع البورتابل؟ اسكو قداش من ساعه تستعمله؟ انا نستعمل برشا بورتابل، انا نستعمل برشا خاطرني معناها حتى كي باش نمشي خدمه مانيش ما نلقاش، نرجع نفش ايدي في التليفون، نشد تيك توك، نشد حاجه نتفرج، كان اعمل عفسه معناها ما عندي حتى حل اخر باش ما نخرجش، نبقى شاد تليفون، نبقى شاد بلاستي وقاعد لهنا. قلت لك تجي تلوج على خدمه، نجي نلوج على خدمه معناها يمشوا لك حسب المنطقه اللي نسكن فيها، نمشي حسب المنطقه اللي نسكن فيها انا. و معناها من تسكن نقول له انا سيدي حسين تنكلموك خلي نمروك.